السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيش. جاوني طلبات كثيرة كنلقاها في التعليقات أسفل الفيديوهات على لاكيش. غادي نعطيكم اليوم واحد الكيش سهلة وبسيطة، وممكن أي سيدة توجدها في وقيتها، يعني في ظرف وجيز، والأهم أن العجينة ديالها سهلة. وجاوني طلبات أنهم ياريت لو ما تكونش بالعجين مكسر ولا لاباط بغيزي. اليوم غادي نعطيكم واحد لاكيش. هاد لاكيش سميتها كيش بالطون وعجينة البيتزا. هاد لاكيش جربوها بزاف البنات وعجبوها وعجبتهم بزاف، لانني ديجا منزلاها في لو سيت الموقع ديالي وكانت ما مديرهاش فيديو. اليوم قلت مني نالت الاعجاب غادي نديرها فيديو لهاد الوصفه ولا هاد لاكيش بالطون وعجينه البيتزا. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض الفرص، معاه شويه ديال الملحه. مع هاد المكونات غادي نحتاجو خميرة معجونة ولا خميرة الخبز حسب درجة الحرارة. انا هنا درت معلقة. نحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، شوية ديال البزار، معلقة صغيرة ديال السكر، واحد ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وطبعا الدقيق الحليب الدافئ باش غادي نجمعو العجين ديالنا. انا غادي نحضر معكم العجين وغادي ندلكوها ونخليوها تخمر، وعاد ندوزو نوجدو الحشوة ديال هاد لاكيش. اش غندير دابا؟ غادي نضيف هاد البزار والسكر سنيده كيف قلت، خميره معجونه، هذيك المعلقه ديال الزبده، وثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ثلاثه المعالق كبار، وغادي نجمعها بالحليب الدافئ الحليب السائل طبعا. المهم الحليب راه على حساب الدقيق، يعني شحال عندنا ديال الدقيق حتى تجمع لينا العجين. وراكم عارفين عجين ديال البيتزا كيف كتكون. العجينه ديالنا مني جمعتها دلكتها شويه، دابا غادي ندير على واحد القطره ديال زيت الزيتون بحال هكايا، ندهنها مزيان وغادي نخليها تخمر يتضاعف الحجم ديالها، وندوزو نوجدو الحشوة مع بعضياتنا. غنغطيها دابا ببلاستيك ونخليها تخمر. دابا غادي ندوزو للحشوة. بالنسبة للحشوة ما فيش اسهل منها، خلاوها اخواتنا المصريات، ما فيش اسهل من كده. دابا الحشوة سهلة، غادي نحتاجو بصلة هكا شنانف يعني مشفرة، غنحتاجو شوية ديال المعدنوس، ملحة وبزار، وواحد العلبه ديال الطون. هذه غير الحشوه، اما اباغيا كيش عاد غادي ندوزو نحضروا هذه الحشوه ونطيبوها نخليوها تبرد، وعاد ندوزو المقادير ديال لاباغيا كيش. غناخذ مقله، ونسيت واحد المعلقه ديال الزيت ديال زيت الزيتون. غادي ناخذ مقله ندير فيها شويه ديال الزيت، معلقه ديال الزيت، نشحر فيها هاد البصله حتى تطيح لينا مزيان. البصله ديالنا ملي تشحرات كيف ما كتشوفوا تحت، دابا غادي نزيد عليها المعدنوس، ديك المليحه والبزار، غادي نخلط هادشي حتى ينسجموا لينا صافي. ونطفي البوطه ونضيف هذاك الحك ديال الطون ديالي ديال الزيت، وغادي نخلي الحشوه ديالي تبرد وندوزو نوجدو لاباغيا كيش ديالنا. الحشوه ديالنا هي ملي طفيت على البوطه، دابا غادي نضيف هذاك الحك ديال الطون بالزيت اللي ذكرت مع المقادير، وغادي نخلطو مع هاد البصيله، وغادي نخلي الحشوه ديالي تبرد بحال هكايا. نخلطو مع هاد البصيله كيف كتشوفوا. دابا الحشوه ها هي واجده، سهله، ما فيش ما كاين ما سهل منها. دابا غادي ندوزو نوجدو لاباغيا كيش ديالنا. بالنسبه لاباغيا كيش ديالنا غادي نحتاجو فيها واحد نص كاس ديال لاكريم فريش هذا، ولا القشده الطريه اللي ما عندوش ممكن يعوضها بضانون ياغورت مسوس، واحد نص كاس ديال الحليب السائل، زوج حبات ديال البيض، شويه ديال الملحه، ولكن نديرو غير شويه لان الحشوه راه درنا فيها الملح، العجينه فيها الملح غير قبيصه ديال البزار، واحد 50 غرام
ديال الفرماج حمر محكوك، ممكن تزيدو ممكن تنقصو. الطريقه سهله، غادي غنديرو البيض، البيض هادوك زوج بيضات ديالنا، غنزيدو عليهم الحليب، القشده الطريه ديالنا، وقلت لي ما عندوش ممكن يعوضها بياغورت مسوس، شويه د الملحه، شويه د البزار، وهذاك الفرماج حمر محكوك. وغادي نخلط هذا الشيء، غادي نطربهم بالفوي مزيان، ونضيفوا لهم الحشوه ديالنا. هكا غير ينسجم البيض مع الحليب والقشده الطاريه. دابا غادي نضيفوا هذيك الحشوه ديالنا اللي هي ديال البصله، ديال البصله والثوم هنا لهاد لاباغ، وغادي نخلطوهم. العجينه ديالنا راها خمرات، ونخلطوهم ونسرحوا العجين ديالنا في الطاوه، ونخويو فيها لاباغ، ونثقبوها بالفرشات، ونخويو فيها لاباغ كيش ديالنا، هاد الحشوه ديالنا، وندخلوها الفران طيب. هلا هكايا العجين ديالي ديال لاكيش، ها هي درتها في المول، لبستها للمول وكلها ثقبتها مزيان، ودابا غادي نفرغ فيها الحشوه ديالي وندخلها الفران. انا غادي نوزع عليها هذه الحشوه، العجين ديالنا هي بعد ما وزعت فيها الحشوه ديالي، دابا غادي ندخلها الفران طيب حتى تحمر وتكراتينا لينا، ونخرجوا نقدموها بالصحه والراحه. لاكيش ديالنا ملي خرجت من الفران كتجي على هذا الشكل، تتجي رائعه، والعجين ديالها كتجي رطبه بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الرضا ديالكم، والاخوات اللي طلبوا مني لاكيش نكون لبيت الطلب. اللي عجبتها الوصفه تعمل جيم للفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد.